والله يا صديق عمري ووزيري، أنا عايش مرتاح ومتهني، وما عم يدور أبدا بتفكيري اتجوز بعد المرحومة وتني. بس يا جناب الوالي بيقولوا من تنى دخل الجنة. اسكت هلا وحل عنا، هذا كلام عوام ومبهدل ما بينقال قدام الوالي المبجل. يعني بعدين أنا ما صدقت إمتى المرحومة توفيت، لأنه بالأفعال الناقصة اللي عملتها معي كفت ووفيت. يعني بفهم من حضرتكم إنه حابب تتمك عصفور طيار وعم بتحوص بأرض الديار. أي نعم، وين ما بدي بهدي وبحط، ومن شجرة لشجرة بقمز وبنط. بس ما ياكلك شي قط. يلي بيميزك عن إخوانك سرعة بديهتك وصلاطة لسانك، ولو ما تكون من رجال القيادة وصحبتي معك معمقة كنت يا رجعتك دكتور بالعيادة يا بعتك على المشنقة. هو لأنه يا مولانا بعرف إنكم بتحبوا حكاياتي، وإلا ما كنت تجرأت عليكم بحياتي. اسمع يا وزيري، أنا هلأ رح قلك شو عم يخطر ببالي، وفيك تعتبر هالحديث حكي ولقش، ولا تعتبره صادر من الوالي، ولا تمدحني بعده وتكتر نفش، لأنه كل ما الناس بالمدح نفشوني برتعب وبخاف على حالي، ومن كتر ما بيتغزلوا فيني وبينفخوني بحس حالي فرعون مو الوالي. حاشا يا مولاي إنهم يبرمجوك، أنت عقلك ناضج ومنور، وقد ما أهل البلد نفخوك طبعك الحلو ما بيتغير. ولك حتى الخطبة على المنابر ما لون سيرة إلا الوالي مسلم، وبيلزقوا لي صوري على الطنابر وبيذكروني أكثر من صلى الله عليه وسلم. لا والحكواتي بقهوة الحارة عم يبس يوميا 24 ساعة بالعربي، وقصصه كلها تلميح وإشارة لتاريخ عيلتي وحسبي ونسبي. بقى يا ريت يعفوني من الحكي المصدي ويخلوني أعرف اشتغل، لأنه بكرة إذا تدهور الوطن على يدي أنا وحدي بنسئل. يا سيدنا يا سيدنا، هذا كله ياتو بدافع الاحترام، وحضرتك لولايتنا رمز. الاحترام هو المحافظة على الصالح العام، هذا اللي بطعمينا خبز. خلاصة نرجع لموضوعنا، قلت لي من تنى دخل الجنة؟ هذا الكلام متداول بين الناس يا والي مسلم، وبجوز يكون ماله أساس والله أعلم. لا 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 لا، هذا كلام سخيف ومعناه ضعيف. التفاهة أحياناً بتعشش بأذهان العامة، وبيفتروا على الأحاديث والنصوص الهامة، وحتى تجي معهم الجملة مدوزنة وبليغة بيلبسوها أجمل حلة وبيتفننوا بالصيغة. لا تروح بعيد، هلأ أنا رح أقلك من عقلي. من تلت رحمة الله عليه حلت، وإذا ذكرت هالكلام العابر ثلاث مرات بتلاقي الناس عالطاير حفظوه مثل الشعارات. معلوم معلوم يا والي مسلم، كل قول بيصدر عنك بيصير مأسور، وعلى التكرار بذهن الناس بيصير محفوظ. شو شايفني قدامك، جبران خليل ولا طاغور؟ أنا زلمة جاي من قلب الناس، هن الغاية عندي وهن الأساس، بتعلم من الفهيم منهم إذا صح لي، وببني هالولاية أنا وياهن على مالي. شو أنا رسول حتى حفظ الناس تعاليمي، ولا مهندس لحياتهم حتى أفرض عليهم تصاميمي؟ لا يا مولانا، بس بالعلم والحرية والحضارة والفنون رح تتقدم بلادنا، هيك بظن، وما عندي استعداد أن يكون لا سبينوزا ولا هوشي من. يعني بتكون تعتمدوا الإصلاح والبناء والتعليم المثالي؟ طبعا، مو أحسن ما يرددوا مثل الببغاء أنا عربي أهيانيالي؟ أنا بدي أعلمهم الموضوعية والمنطق، واثنين زائد اثنين يساوي أربعة، وبدي بعدهم عن العاطفة اللي بتفلق، وبدي إياهم يصيروا أوعى. بقى دخيلك الغيلي العبارات المحنطة، وحاجة بقى خلط وبلف، وعفيني من سماع التعابير المزبطة يلي بترجعنا 100 سنة للخلف. يا والينا انت عطيتنا ارشاداتك، وبإذن الله ما رح يصير غير كل شي بسرك، واذا بدك تطبق نظام عالمي نحن كلياتنا تحت امرك. يحفروا يا وزيري ابرك، لك شو شايفني انا بدي اتصهين ولا بدي اتأمرك؟ من هلأ ورايح الغيلي كلمة كلنا بأمرك، نحن بدنا نشتغل كلنا سوا، وما بدي تهذيب مفبرك وإيهامي بأنه عندي الدواء، وإلا منطل معلقين من إجري وإجرك وعم نتمرجح بحبال الهوى. كلنا بهالولاية مواطنين،
ورجلينا بالفلق سوا، وإذا نوى الشعب يتقدم، وإذا الوالي نوى رح نرفع لولايتنا علم رح يرفرف عالي بالهوى. والله يا مولانا كلامك مهم وخطير، ولازم ينقال للناس مو إلي. الناس متعطشة للتغيير وحابة تجديد بالمسألة. أنا من جهتي رح أعمل جهدي، بس أعطوني الوقت الكافي ورح أبذل أقصى ما عندي من العمل الإضافي. جنة يا أسعد بتصير ولايتنا إذا كل واحد وعي دوره، ورح تتقارن رشاديتنا بالدولار وباليورو. أصلاً ما كانت بلاد الأجانب جنان، كانت براري وقفار وبطاح، بس بالعمل والعلم والإيمان فتح فيها الزنبق وصارت محجة للسواح. بطلب منكم تشجعوا كل مخترع، ولو اخترع نقافة، ولك حتى الصخر بينزرع إذا توفرت النية الشريفة. يا وزير أسعد، مونا نفسي بفترة حكمي شوف بعيني هالبلاد القانون فيها محمي، ولا رشوة فيها ولا فساد. يا سيدنا ربنا يعطيكم الصحة والقوة، وأكبر مسيرة تبدأ بخطوة. إيه أسعد، قلت لي من تنى دخل الجنة؟ كان القصد إنكم تتونسوا، والزواج سنة الله ونص الدين، وإن شاء الله يا مولانا عن قريب بتتعرسوا وتفرحوا بالبنات والبنين. لا تكون عم تنغم لي وفي بالك مخلوقة عليها النية، حدا دازك علي حتى تخطب لي ولا عم تحكي على السبحانية؟ والله يا مولانا ما حدا دزني، بس شو رأيكم ببنت الصدر الأعظم؟ ما بدي لا عتبة ولا صدر، ما بدي عشرة المسؤولين، أريح لي. ولما نصيبي بينفتح بعد الصبر بنت حلوة من شعبي الله بيبعت لي. تعا تعا، بدي ضيفك زبدية سحلب، حاجة حكي سياسة. بس قبل كل شي بدي اشرب. آسفين ضايع الطاسة. شو هذا اللي عم بسمعه بأنصاف الليالي؟ كأنه صوت معزاي، حدا بيربي معزة بين الأهالي. أما هي حكاية، شو جنيت حتى تقول معزاي؟ هذا صوت جارتنا الأرملة، مو من جمعتين حضرت التعزاية على جوزة اللي دعسته المتحلة؟ قصدك جارتنا ميمونة؟ ايه طبعاً. فعلاً هالمخلوقة مجنونة، يعني بالبكي بدها تقضي الليالي؟ ايه والله ظنيت هالصوت لعنزة ملعونة من كتر مجعيرة عالي. ايه نام هلأ نام، دير وشك لهداك الجنوب. طار النوم من عيني يا مدام. منين بدي جيبه بعد ما هرب؟ أمرك بربي على هالقصة، الظاهر ما رح أقدر نام على هالصورة. معقولة ميمونة تساوي بالحارة جرصة؟ كأنه ما حدا مثله ميت غيرها. يلا تنام يلا تنام، نفح لك طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، بضحك عأماني لا تنام. نامي ماما نامي، ليش فايقة؟ ما بعرف، حاسة حالي متضايقة. من شو حبيبتي؟ صوت البكا مرتفع وخلاني اشوف منام بشع. ايه والله ارحمك يا اماني، صوتها مثل الجاموسة. حاولي تفكري بشي تاني، بركي بتجيك الناعوسة. اماني اماني الحندقة، شعرها اشقر ومنقة، واللي بحبها بيبوسة، واللي بيبغضها بيتلقى. صباح الفل والعصافير جميل. يعني عصافير هي؟ قول صباح الإيقان والبوم. الله وكيلك الناس كلها بهالحي قلقانين بالليل وناقصوا النوم. قولك مشان صوت ميمونة يلي عم تقضي لياليها بالنواه. ها لساتها عم تبكي المجنونة مع انه الدنيا صارت صباح. طيب واخرة هالقصة معها؟ شو ما عندها غير البكي شغلة تانية؟ يا رجل ما عم بقدر اسمعها وتحمل شعيرة ولا ثانية. طيب وينك؟ لساتو اخوك ابو كرمو عم بيشتغل عند الوالي طباخ؟ ايه والله صار له 5 سنين ورا الطناجر والمنفاخ. طيب شو رأيك تقله لأبو كرمو يهمس بإذن الوالي همسة؟ بركي بيبعت له شي حيوان من زلمه يقدح كفين مرتبين ورفسي. هيك قولك؟ والله ما في قدامنا غير هيك.
لأنه الحارة ضجت من هالحرمة. بقى الله يرحم والديك، بركي بتخدمنا هالخدمة. ولا يهمك، رح حاول. أصلا أنا كتير منا متزاول. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. شو اسمه هذا العطر؟ مجد. مجد، حلو كتير. وهي شو اسمها؟ هي أصالة. رائحة أصالة. الاثنين حلوين، رواية عربية أصلية، مو مثل تبعات مبارح ريحتهم مشايخية. عن إيش كنا عم نحكي؟ عن ميمونة. إيه عن ميمونة. قسما بالله زعلت عليها المسكينة، والله يصبر قلبها يا خطي. يعني لو ما تكون مقهورة وحزينة ما كانت صرعت أهل الحي. وشو بيشتغل جوزة؟ هذا جوزة كان يشتغل بأسرك بالشاكوش والمسمار، وهي الترابيزة يا مولانا من شغله لهذا النجار. أصبح الله يرضى عليك يا أسعد، ابعتوا له أكل وشرب ومونة، لأنه بجوز بعد موت جوزة تشعد. شو قلت لي اسمها؟ ميمونة. ابعتوا له مونة تكفيها سنة، وقلوا له هي من الوالي، صدقة وحسنة. تسلم، تسلم يا مولانا على قلبك الكبير، وتشكر يا سيدنا على حسن التدبير. افتحي يا ست ميمونة، جايبين لك من عند الوالي مونة. ليش عم تدقوا علي بابي؟ أنا حالفة ما أفتح لأعز أصحابي، بس لما سمعت اسم الوالي فتحت الباب لحالي. مولانا باعت لك معونة، رز وحمص وزيتون، وباعت لك كمان للمونة طحين وسمنة وكمون. قل له للوالي شكرا، يقبر قلبي ويقبشني، والكرم معروف عنه أصلا، وما في شي جديد يدهشني. العمى بقلبك على هالجواب، جوابك قاسي وبيخجل. افتحي لي لقلك هالباب حتى فوت البضاعة مستعجل. استغفر الله العظيم، العمى يضربك على هالوقاحة. معقول الوالي يطمرك بالأكل والشرب وانت عاملة ردادة ونواحة ونازلة لطم وندب؟ شو هالحكي يا وزير أسعاد؟ ميمونة لساتها عم تبكي وتشعر؟ المسكينة بيكون حيلا هد لأنه صار لها على الحالة 3 أشهر. والله يا مولانا لساتها على حالة، ومعونتك ما أثرت فيها. لا، والمنظومة ما عم يحلالها تبكي إلا بالليل والنوم مجافيها. طيب شو بدي أعمل حتى واسيها وخليها تنسى المرحوم؟ لأنه من واجبي عزيها، والموت علينا محتوم. يا مولانا والله ما قصرته، وبعتوا للي فيه النصيب، بس هو على هو ما فهمته، مو مصدق أفراق الحبيب. طيب ليكون ناقصة عملة وعينها من الأكل شبعانة، ولهالسبب رح ابعت لها علبة بالجواهر مليانة. بقى يا أسعد جمع لها صندوق هدايا وشوية ذهب وفضة، وكتر لها من التحف والعطايا، ووصلهم لبيتها حتى تسكت وترضى. حاضر يا مولانا، حاضر. يا ميمونة لازم تفتحي، مولانا بعت لك هدية. شو هاد يلي بإيدك؟ أكيد هالشغلة من سيدك. هدول هدايا ومبلغ نقدي خصوصي مرسلة من جنابه. إي والله ما صحت لجدي إنك تعيشي على حسابه. كتر خيره لهالوالي الإنسان، هو الوحيد اللي حاسس فيني بالحارة، لأنه بصراحة كل الجيران عم يتهموني بالجارة. يعني إن شاء الله هلأ انبسطتي والحزن ولا؟ مو كتير يا حضرة الشرطة، دمعتي لساتها عم تنزل على مهله. غريب، شلون ما في خواص؟ لكن شو بدها هالدرسانة؟ صحيح في بالدنيا إخلاص، بس مو مثل إخلاص هالحيوانة. فعلا أمر غريب وطبع عجيب. طيب خليني أفكر واستوعبها. والإنسان
بيسعفوا تفكيره، بركي البيت اللي توفى فيه جوزها مكركبة ومشان تنساه لازم تنتقل لغيره. معقول الأمر يكون هيك؟ ما في غير هيك، ولها سبب. بدي منك تشتروا لهالإنسانة بيت صغير بالبستان، بركي بتنسى جوزها والمقبرة والجبانة، لأنه ذكرى الحزينة بتتعب الإنسان. يا مولانا إلكن الشور وعلينا الطاعة، والبيت بالكتير الكتير بيكون جاهز بعد ساعة. عم يسأل مولانا، إن شاء الله انبسطتي بالسكنة. منيح منه يلي ما بينسانا، بس مو بيدي، دمعتي لساتها سخنة. ايه ورصاصي رصك رص، العمى شو بدك احسن من هيك لكان؟ ان شاء الله القبر على جوزك يعص والحمى تسلق بدنك اشكال والوان. انا عم يخطر لي يا اسعد خاطر، يمكن ما خطر لك مثله بالذات، بركي ميمونة إلى خاطر تتنعم بالملذات. عفواً مولانا، شو قلتو؟ يلي بقصده بركي عانن على بالها الجازي، وميمونة صغيرة وجمالها مثالي، والجوز إلا ما يلتقى له عازي، خاصة بإنصاف الليالي. لقوا المرحوم أخذ إجازة أبدية بالقبر بعيد من قبالي. شو المعنى يا مولانا؟ شو المعنى؟ يعني أنا عندي كم شاب عم بيحوسوا بقصري، والشاب لما بيهب لازم تجوزه فوري. بأخذ لك 4 شباب من القصر من يلي مأهلين للجواز، وخليهم يزوروها ببيتها بعد الظهر، وهي بتنقش وبتعتاز. بس يا سيدنا. خلاص يا وزير، لازم نستر هالمخلوقة، بعدين مع الأيام بتصير يا فلتانة يا مجلوقة. وقفوا هون إذا بتريدوا، كل واحد يشد جسمه، وكل شاب يرفع إيده لما بيسمع اسمه. هاي الشباب قدامك يا ست ميمونة، وإن شاء الله يكون واحد منهم خطيبك. بعد أمليون وفكري على ركوني، والله يجعل واحد منهم نصيبك. هيك مولانا أمر، وبعت لك شباب مثل الأمر. أنا ما بدي أتجوز بعد جوزي، كل الشباب بعده سخفة، وإن شفتوني عم فكر بغير جوزي إن شاء الله من الحياة انهفى. إيه وشو ساوي هلا؟ ضب هالشباب وخدهم من وشي معك، وقل له لمولانا الوالي ميمونة بتقلك الله يديمك ما أروعك. يلا يا شباب، ما في نصيب، رجعوا على القصر بسرعة. الوالي حب يطعميكم جوز وزبيب، بس ما زبطت معنا الصلعة. العمى على هالقصة، معقولة هي ميمونة؟ ليش هيك عم تخبص بالفصة وحابة تظهر قدامنا مجنونة؟ يا سيدنا، النسوان لغز محير ما بيحلوا بليس، وقد ما حاولنا نفهمهم منلاقي حالنا طلطميس. شو هالعلاك الفاضي هاد؟ ميمونة عم تزعج الحارة وعم تتحكم براحة العباد بالجعير والدموع والجقارة. وشو بتريدونا نعمل يا مولانا؟ بس وينك؟ مثل هالوفاء النادر لا شفته ولا سمعت عنه ولا دار بالخاطر. فعلا وفاء أسطورة فعلا. بس الحق على جوز المرحوم، انه شلون بيتركها هيك وبيرتحم؟ وحده وفيه زياده عن اللزوم اذا تركت لحالها بتنظلم. المهم هلا ابعثوا له خبر اني جاي زورها بنفسي، بركي بتسكت وبتكن، وراح عزيها وانسها بانسي، والا بالقفله بتجن. وصل مولانا الوالي. مرحبا يا ميمونة. ليش وشك أصفر مثل الليمونة؟ مين زايرني بداري؟ والله ما لي مصدق عيوني. معقولة تعطروا بوجودك نهاري؟
دخلكم يا ناس وقرصوني. تفضل مولانا الوالي تفضل. يا ميمونة، نحن سمعنا قصتك وتعاطفنا مع الموضوع، وبتمنى تقابليني على نصتك وتخلصينا بقى من هالدموع. ولك ليش عم تبكي يا مجنونة؟ هي أمرت حجابي يساعدوكي، وأمرنا لك بالمصاري والهدايا والمونة، ومن القمح بعتلك تنبر سوزوكي، وحتى ما تاخذك الأفكار الملعونة بعتلك أحلى شباب يتجوزوكي. ولك حاجة تبكي وتقطعي لي قلبي؟ أنا قدام بكي النسوان تشتوش، عملت المستحيل حتى أرضي ضميري وربي، وفوق هالشي كل جهدي طلع فافوش. طيب وينك؟ اسمعيني منيح، تسلم لي عينك. سمعتك سمعتك مولانا. شو رأيك فيني أنا؟ تتجوزيني يا قطة؟ ولا مو هذا يوم المونة وما بدك تحتكي بالسلطة؟ انت يا مولانا اتجوز حضرتك انا؟ لك لساتك عم تبكي؟ فعلا اتجاوزتي الحد؟ ايش هو هالرجال اللي بينبكى عليك هالقد؟ شلون ما بدك يعني ابكي عليه وقت لحالي؟ وهو يلي وصلني لجناب الوالي، يلي رح يكون قدام ربي وقدام الناس أبو عيالي. يا حاجة أمرك سيدي. خذ لي إياها فورا من هون. على الحبل؟ لا، على قصري حتى نرتب أمور العرس. يا حاجي أمرك مولانا. الله يرضى عليك، خلي الأعوان يجهزوا لي لوازم رحلة الصيد، داي أخلاقي كتير اليوم طايش حجري، حاسس بالملل من هالقعدة على الكرسي. أمرك مولانا. وبعت لي ورا المستشار بالحال. ها ليك وينه؟ بالظاهر طنت أدانه وإجا لعندي ركيد. السلام على مولانا. وأهلا وسهلا فيك يا خلدون، قرب لهون. روح يا حاجي وحاول تقوم بالواجب. أمرك مولانا. آخ 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 آخ. أمر مولانا. يا خلدون يا خلدون، داقت خلاقي بين أربع حيطون، بين أربع حيطان، ولهالسبب قلت لحالي ليش ما بطلع أنا وياك ومنتصيد غزلان. أنا بالأمر مولانا. وإمتى بتحبوا تمشوا؟ هلا، ما بدي وقف المسألة. هلا؟ إيه هلا. شبك رفعت حواشبك وتهدلوا شواربك وكأنه هالطلب مو عاجبك؟ أعوذ بالله يا مولانا، شو مو عاجبني؟ بس يعني قصدي أنا والله إذا مالك حابب ترافقني اتنمحي، ميت واحد غيرك بيتمنى هالشرف. استغفر الله يا مولانا، لا تسيئوا فهمي، رغبتكم بالنسبة إلي أمر، بس إذا سمحتوا لي بعد إذنكم يعني لازم روح خبر مرتي وأرجع، مو مشان شي بس حتى ما يغلي قلبي علي. ومعلومكم رحلة الصيد بيجوز تاخد معنا 3-4 أيام. ولا يهمك، أنا ببعث لك مين يخبرها ويطمنها. كتر خيركم سيدي، بس ليكون بدك تاخد إذنها يا درسان. بالضبط سيدي، معلومك هي أم المؤمنين، وإذا ما رضيت علينا بتساوي حياتنا طين. هلأ أنت رجال ولا ملك رجال؟ رجال سيدي رجال. الرجال أمره من رأسه يا أخي، مو من رأس النسوان. سيدي إذا بتريدوا صف مع جنب ولا تكتر حكي يا خلدون. مولانا كلها شغلة نص ساعة زمان، وما بظن انه مرتي تمانع، وخاصة اني رايح مع جنابكم. صف مع جنب عم قلك، ولا تكبر المسألة قبل ما اعمل لك نقف الدين بهدلة بتسوى حياتك. روح روح تلقح جنب مراتك، بركي بتجيب لك اخرتك. حاضر مولانا، امرك امرك. يا حاجب امرك مولاي. جهزتولي موكب الصيد؟ موكب جاهز مولاي.
بعت لي ورا صاحب الديوان. صاحب الديوان عم ينتظر مولانا. خليه يدخل. سلام تعظيم مولانا. أهلين ناظم، اسمع أنا رايح بعد شوي على الصيد وحابب شرفك بمرافقتي، بقى شو قلت؟ ليش أنا إلي رأيي بعد جنابكم ما أمرتوا؟ عظيم جدا، كثير منيح. أصبح لأقوم غير ثيابي وألبس شروال، لأنه بصراحة كلسوني عم يضايقني وكابس على نفسي، بينما الشروال فضفاض بريح المسائل والغراض، أما هلأ حاسس كأني لابس حفاض. بس يا مولانا في طلب صغير إلي من بعد إذنكم. شو هو؟ أولاً بشكركم على هالشرف الكبير اللي منحتوني إياه، بس شو هو؟ بس الحقيقة طلبكم فاجأني، ولهالسبب يا ريت تعفوني من هالمهمة. اعفيك؟ شو السبب بقى؟ هو في سبب سيدي، مو ما في. ما اختلفنا في سبب، بس شو هو؟ سيدي مرتي مريضة، وما بتصور تغفر لي غيابي عنها وهي بهالحالة. وشو مرضة بقى؟ داهمها طاعون؟ ولا صابها الفالج؟ أعوذ بالله من غضب الله، ألف لا بأس عليها سيدي، ألف لا بأس عليها. لكن شو بهالخانوم؟ سيدي فزت الصبح راسها عم يجعها، وشي مثل سيخ النار بجبينها عم يلسعها. يعني بدك تروح تاخد إذنها؟ هي سيدي الله يخليك، جنابك صاحب الأصول، وهيك الأصول بيقول. لك شو صاير لكم يا أهل الشام؟ وليش هيك حاطين واطية للنسوان؟ يخرب بيت قلبكم على هالقصة. أنا يلي بفهمه إنه الرجال هنن القوامون، مو هنن الخوافون. سيدي المسألة مو مسألة خوف، المسألة مسألة تقدير مو أكتر. أنو تقدير هذا؟ هلا ما عاد تعرف تدبر راسك من هاليومين ثلاثة؟ لا، وخاصة أنك رايح مع الوالي، مو رايح على اسطنبول تعمل رزالي. سيدي الله يخليك، أنا بأمرك بس. منين بأمري؟ أنت مو بأمري منوب، أنت بأمر الخانم المصون. لك ليش لحقني على الدعسة؟ ليش لحقني؟ روح روح من قدامي، اللي عمو وشي سقطت من عيني كما تسقط المشمشة المعينة من على الشجرة. روح. أمرك مولانا أمرك. الله معك، مع السلامة. وينك؟ اركض على البيت ركض، ها؟ لا تلتهي على الطريق، ولا تنسى تنقعل للخانم رجليها بالمي والملح، وتعمل لها مساج ظهر وعصر وصبح. أمرك مولانا أمرك أمرك. وإلا جناب الوالي بيقول لك سلامة راسك يا دلوعة، ريت الوجع على راسه تقبري عظامي. أمرك مولانا أمرك أمرك. يا حاجب. أمرك مولاي. مين في برا؟ قائد شرطة مولانا. خليه يدخل فورا. أمرك مولاي. السلام عليكم مولانا. جمال يا جمال، شلونك عيني شلونك؟ داعي لكم بطول العمر سيدي. شو مخلي على شفونك؟ عفوا سيدي. شو أخبار اللصوص والمحتالين؟ خافين كتير يا سيدي، خافين كتير. والسجن صار لازم نقلب مدرسة، لأنه تقريبا صار فاضي وما عاد إجاني لصوص من عند القاضي. على هاللون رح تصفى بلا شغل. كله بفضل حكمتك الرشيدة يا مولانا. اسمع هلأ وبلا لعب الألفاظ، وحاجة تعمل بهلوانيات بالكلام مثل يلي عم يلعب جمباز. مروا سيدي مروا. ما دامت المدينة عم تنعم بالأمن والاستقرار مثل ما تفضلت جنابك، بقى شو رأيك ترافقني برحلة صيد لمدة 3-4 أيام؟ منه منشم الهواء ومنه منلعب رياضة سوا. شلون سيدي شلون؟ 3 أيام؟ إذا بدك منساويهم أسبوع، يعني على هوا البسط. إذا انبسطنا منمدد، وإذا شفنا حالنا مرتاحين منجدد. كتر الله خيركم سيدي على الاستفادة، يعني بس الحقيقة بهالروحات ما جرت العادة ما فهمت. فهمني. يعني يا سيدي أنا إلي الشرف بالسياحة معك، بس المصيبة مرتي بالبيت. شو بها مرتك بالبيت كمان؟ يعني معلومكم سيدي أفكات خانوم، مرتي أخدتني عن حب كتير وما بتقدر على بعدي دقيقة. أنت ولا هي؟ بصراحة اثنيناتنا. والأصعب من هيك أفكات خانوم مرتي بتخاف علي كتير، ولما بطلع برات البيت بتقرأ المنجيات السبعة حتى أرجع بالسلامة، وما بظن تسمح لي بهيك رحلات. ولو كانت الرحلة معي شخصيا؟ سيدي لأن معكم بتخاف أكتر، لأنه جنابكم معرضين للخطر أكتر مني، والإنسان ماله صاحب إلا وله 100 عدو. هيك لكان يا عيب الشوم، أفكات خانم بتخاف عليك من عشرتي. لا العفو سيدنا مو هيك، بس بالعكس يا جمال، أنا موكبي حصين وحراسي كتير كتار. طالما هيك وأحسن ما عم نجتهد على كيفنا، تسمحولي أسأله وأرجع؟ وما بعتقد بتخيبني.
ولك شو صار لكم يا أهل المدينة؟ وشو قصتكم مع نسوانكم؟ إذا بدكم تسعلوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، وإذا بدكم تضحكوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، يمكن إذا بدكم تموتوا تاخدوا إذن من نسوانكم. سيدي، احترام المرأة واجب. لا 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 لا، هذا مو احترام، هذا اسمه، هذا اسمه تكفير عن الذنب وبزر رماد بالعيون. يعني انتوا عم تحاولوا تكونوا مطيعين وأوادم ومثل الأملة المفروكة قدام نسوانكم بالأمور الصغيرة وبس. أنا يا مولانا؟ طبعاً أنت، فكرك ما وصلني خبر أنك رحت مع وصيفتنا تركان وخيمتوا 10 أيام بسكندرون وأنتوا عم تنهلوا اللذات المحرمة؟ ومتي صاركم خبر مولانا؟ ولك حل عن سمانة وروح وتعاك على نسوانك مو على الحانة. سيدي الحق معك، رحلة الوالي شريفة مو مثل رحلة الوصيفة. دخيلك يا مولانا، دخيلك، أحقن جيبوا سير الأفكات. روح من وشي، روح اتحاك على عائل مرتك، أي خرب بيتك منيح منها يلي هاطمتك. العم على القصة، معقول تكون أمور الشام بإيد نسوانا؟ يا عيب على شواربنا ويا حيف على الحانة. يا حاجب عمرك مولانا، جهز لي حصانين بدي روح أنا وياك مشوار. بمولانا الوالي، قسما بالله قسما بالله هلأ خطرت ببالي. شلونك عيني شلونك؟ منيح مولانا. شو مخلي على جفونا؟ ولا شي مولانا. أنا رضيان عنك كثير، وإذا راح تلبي لي هالخدمة راح أرضى عنك أكثر. أنتو ما بتطلبوا مولانا، أنتو بتأمروا أمر. هذا عشمي فيك يا طيب، أنت بتعرف تصطاد؟ لك مولانا لك، أنا روح قلبي الصيد بري بحري جوي ما بتفرق، المهم أني اضرب فشك وعلق طعم للسمك. براوه عليك براوه، بينتك رفيق للرحل جيد. سيدي العبد بيطلع للسيد. براوه عليك براوه. يعني بفهم من كلامك أنه ما عندك مانع ترافقني؟ عم تحكوا جد مولانا؟ بعلم أنا يا خلق ولا بحلم؟ يعني معقولة مولانا يحسبني زلمة بين الزلم؟ قسما بالله ما لي مسد عيوني كأني عم أحضر فيلم. سكر تمك لكانوا أمشي معي، شو مستني؟ لكن مولانا لو سمحتوا بقدر غيب دقيقتين وارجع، بيتي قريب، ما بعتقد اكثر من دقيقتين رح غيب. وليش بدك تغيب يا درسان؟ لاني بدي شاور المرأة، ومعلومكم مولانا حاكم الامر والشور من ديوان الداخلية. خليك بمطرحك ولا تروح لمطرح. ليش لا سمح الله مولانا؟ لا خلاص خلاص، غضينا النظر عن الموضوع، خلاص خلاص. لك يا عالم يا بشر يا ناس يا أمم يا أنام يا قبائل يا مدائن يا قرى يا نواحي يا ضواحي، إنه ما في بالشام رجال واحد ما بيشاور مرته. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا مولاي، يا عليم الله شرفتنا وجبرت خاطرنا بزيارتك. كيفك يا طيوب؟ والله الحمد لله بألف خير يا مولاي. وشلون جنينتنا؟ ما شاء الله حولة بتاخد العقل. براو براو عليك، إلك ولا للديب؟ خسى الديب وميت خسى يا مولاي. ها بدي منك خدمة صغيرة، أنا رايح أصطاد وبدي منك تصحبني. جنابك بتقلي موت باللحظة والتو بنفذ. يعني موافق أنت؟ موافق سيدي، وجاهز فوراً ركضاً أو ركوباً أو سيراً،
وبتمنى يا سيدي تتنازل وتاخذوني، لاني سيدي انا بالسيارين مع عشراني وودود. برافو عليك، برافو، كثير حلو هالكلام. وأنت الانطلاق يا مولانا؟ بتطول لحظة. عظيم، خير البر عاجله. تفضل تفضل يا مولانا، تعال. ما بدك تشاور مرتك بالأول؟ عفوا مولانا، ليش؟ مين الرجال، أنا ولا هي؟ قصدي بجوز يكون عم يدور ببالك إنك تروح وتخبرها إنك رايح الصيد معي. لا مولانا، أنا هالشي عمره ما صار معي. المرأة لازم تقعد بالبيت وتنطر رجالها لحتى يرجع، وغير هالتصرف مع النسوان ما بينفع. بس بجوز رحلتنا تطول شي يومين ثلاثة، ها؟ وإن شاء الله يكونوا عشرة يا مولاي. بالعكس، كل ما طولنا أكتر كل ما كان صيدنا أوفر وانبسطنا أكتر. بس بجوز مرتك تقلق عليك يا رجل. معلش سيدي، خليها تقلق. بالعكس، كل ما قلقت أكتر كل ما كانت حرارة اللقاء أقوى وفهمكم كفاية يا سيدي. أنا جاهز للانطلاق. براو عليك، براو، بارك الله فيك، بينتك شهم وأبضاي. الله يطول بعمرك يا مولاي. ايه سيدي، انا عندي حصانين، اختار انت واحد وترك لي الثاني الي. معقول هالحكي يا مولاي؟ العين ما بتعلى عن الحاجب. معقول الاجير يختار قبل معلمه؟ معقول التلميذ يختار قبل استاذه؟ شو هالمسخره هاي؟ معليش ولا يهمك، انا انبسطت من صدق كلامك وحراره لقائك، ومشان هيك انا عم خيرك مكافاه لك على رجولتك. هنت رجال، رجال هنت، بقى اللي أنا حصان بدك، الأشقر ولا الأسود؟ شبك يا رجل؟ قلت لك اختار لك شي حصان. المشكلة سيدي أنا بحب اللونين، الأشقر والأسود، ما بعرف أي واحد بدي اختار سيدي. اختار وخلينا نمشي. مولاي بتسمح لي بشغلة؟ شو هي؟ بيتنا قريب يا مولاي. ايه؟ وشو المعنى؟ يعني مولاي بتسمح لي روح على البيت بس لحتى أسأل مرتي أي لون بدي أخي؟ السلام عليكم. أهلا أهلا يا مولاي. خير؟ شو في؟ في عندكم ضيف، ضيف أجنبي يا مولاي. مين هو؟ رسول من بلاد الفرنج، من الملك شارلومان. خليه يدخل. فليدخل. سلام ملك الفرنج شارلمان الى جناب والي الشام خسرو دقماط. اهلا وسهلا ومرحبا، تعال تعال عود مشقيتي. يا اهلين وسهلين ومرحبتين بهالقامه وبهالعين. شو أخبار مولاك بروك؟ مولانا ترودوس داعي جنابكم لزيارة روما شهر زمان. أيمتى؟ حالا يا مولاي، لأنه احتفال تأسيس الإمبراطورية بعد أسبوع ودوبنا نسافر من هلا. إلنا الشرف، بس شهر؟ نعم مولانا. شهر؟ مشكلة. وين المشكلة مولانا؟ القصة إنه مرتي صار لها مسافرة شهر سياحة لمرمرة، وعم تتسوق تياب من أنقرة، ويمكن بدها شهر لترجع. ترجع بالسلامة يا مولانا. وين المشكلة؟ المشكلة شلون بدي روح بدون ما أخذ رأيها؟ مو مناسبة. بتلاقيها مناسبة أنت؟ ليش عم تطلع فيي؟ كما تكونوا يولى عليكم.